مشاهدي نهارك سعيد بنرجع لحضراتكم مره ثانيه وبنستكمل معاكم فقراتنا النهارده في نهارك سعيد والحقيقه بكره يوم افتكر انه كمان هيكون يوم تاريخي انا ملاحظه انه الحمد لله حاجات كتير قوي بتحصل في مصر افتكر انه التاريخ بيسجل من 25 يناير اللي فات وهيسجل ل 25 يناير اللي جاي اللي هو بكره ناس كتير قلقانه ناس كتير خايفه في حاله من التخويف وحاله من القلق اللي عند بعض الناس في ناس تانية سعيده جدا بذكرى ثوره 25 يناير احتفاليه بكره زي ما في ناس كتير ضدها زي ما في ناس كتير كمان بتحضر لها وشايفين انه يوم مهم جدا يجب علينا الاحتفال بيه الحقيقه النهارده هنتكلم مع ضيوفنا في الفقره هتكون معانا دلوقتي عن بكره ايه اللي هيحصل ميدان التحرير شكل الاحتفال هيبقى عامل ازاي مجلس الشعب واللي عقدت اولى جلساته امبارح كمان كان ليهم علاقه بتامينه يعني مواضيع كتير جدا هنحاول على قد ما نقدر نتكلم فيها مع ضيوفنا النهارده أه هيكون معاكم الاستاذ محمد عيد عوده وهو عضو المكتب التنفيذي لإئتلاف مصر الحره اهلا بحضرتك أه الأستاذ محمد طه عضو مجلس امناء الثوره اهلا بحضرتك استاذ محمد, محمد. أه بالنسبه ل... ل... خلينا نبتدي من اول دوركم في امبارح في ونتكلم بعد كده عن بكره وعن الاحتفاليه امبارح أه الحقيقه احنا كنا عارفين انه كان في أه... 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 يعني تامين او عمليه تامين لوصول اعضاء مجلس الشعب بامان للمجلس وتامين للجلسه نفسها وهي اولى جلسات البرلمان ايه سبب التامين وهل كان في اي تهديدات بانه ممكن يحصل اي تخريب او يحصل اي افساد للعمليه دي لا استاذ محمد اتفضل اولا بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا انا برحب بحضرتك يا استاذ رانيا. اهلا بحضرتك وبرحب بكل الشعب المصري وبقول للشعب المصري كله يسعد صباحك وبقول للشعب المصري كله ايضا ان شاء الله بكره احتفاليه 25 يناير تكون على ما يرام وزي ما الشعب المصري عايزها. ان شاء الله. بس عايز اقول تعليقا على كلمه حضرتك قلتيها قلت في البدايه ان بكره في ناس كتير خايفة خ... خايفة او آه. مع عدم الاحتفالية اه وفي في ناس, ناس كتير شايفة انه الاحتفال مش المفروض انه يبقى احتفال لانه لحد النهاردة مطالب الثورة لسه ما تحققتش في ناس, ناس كتير بتقول مع الاحتفال آه، انا هقول لحضرتك ان شاء الله ان لا الناس كتير جدا بكرة ان شاء الله مع الاحتفالية مش إن... مش الاحتفالية اللي احنا آه... نفرقع شماريخ والكلام ده كله لا آه. الاحتفالية ان احنا بنحتفل اه ان في في مصر 25 يناير الماضي م. ناس ضحت وانا بأؤكد وبحط خطوط عريضه ضحت بعمرها علشان هذا الوطن م. وبنقول لهم ان هذا الوطن في الطريق للامام مش في الطريق مش لورا خالص ان شاء الله هذا الوطن سيكون ويقود العالم العربي كله م. الى ما يريد العالم العربي من اصلاحات مش واحدة آه موضوع بقى التأمين بتاع امبارح آه. كان في طبعا زي ما كلنا عارفين حضرتك والاستاذ محمد وكل الشعب المصري عارف ان في زي ما قلت ان في ناس معترضه على مجلس الشعب معترض... انا ما قلتش ان في ناس معترضه م... على مجلس الشعب ناس انا معترض... سالت هل كان في اي تهديدات او هل كان في اي مخاوف هذه من التهديدات انه لأن في يبقى ناس في حد عايز يعني يبوظ او ي... يؤدي لأولى جلسات البرلمان بالفشل مثلا انه اعضاء إن مجلس الشعب ما يوصلوش طب وليه امنته هيبوظ لانه معترض لانه معترض يعني حضرتك شايف ان في ناس كانت معترضه طبعا هو هيبوظ حاجه عشان معترض عليها مش هيبوظها آه. عشان هو هي جميله فعايز يبوظ اه مش من اخلاق الشعب المصري ان يلاقي حاجه آه. جميله فهو عايز أيوه. آه. الا ما يكون هو معترض عليها فعايز يبوظها آه. التامين مجلس برلماني منتخب من الشعب المصري كله فلازم الشعب المصري لما يلاقي في حاجه خوف على حاجة هو مقتنع بيها، م. هو خرج لها، م. هو اللي عملها بإيده لازم م. يعملها م. كان لازم. م. فخرج طبعًا اتفقوا النواب الكتلة وحزب النور والحريه العدالة والوفد اتفقوا إن كل نايب يجيب معاه خمسين فرد من أهل دايرته. آه. وينزل بيه مجلس الشعب ويبقى كده ده التأمين بتاع كل نايب. آه. خمسين 50 في 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 5000 في 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 500 فرد يعني. آه. في 500 فرد بيؤدي آه. لل... لل تم التامين ازاي بقى يعني خارج ال... البرلمان خارج مجلس الشعب خارج يعني مجلس يعني الشعب ولا... بس كان من بعيد ما يعني ما حدش آه. وصل كان في حواجز بعيده جدا آه. آه الناس بقت تنزل من عربياتها في البركن تنزل الناس بتحييها وبتخش لوحديها والناس مأمنه من بره ال... الطريف ان الناس اللي قالت ان هي معترضه او ان هي تعتصم ما كانش في ولا حد ولا حتى واحد ولا حتى يافطه موجوده امبارح وكان يوم جميل جدا ونحن واحنا سعدنا بهذا اليوم و... وانا شخصيا بكيت مم. لما لقيت ان الاستاذ محمود السقه بيدي منصه التتويج الاستاذ سعد الكتاتني قلت في يوم من الايام كان قاعد في هذا المكان حد مش مرغوب فيه وربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقولوا يعز من يشاء ويذل من يشاء مظبوط استاذ محمد الحقيقه اول نظره كانت لاعضاء مجلس شعب امبارح في اولى جلساته كانت الناس كلها كانت طالبه منهم كتير الناس كلها كانت مستنيه منهم كتير الناس دي عليها مسؤوليه كبيره قوي الناس دي إذا ما اذا ما فعلا ما, ما يعني ما عملوش كل اللي كان مطلوب منهم واللي كان السبب في ان الناس ادتهم اصواتهم ما افتكرش ان هم هيستمروا وما افتكرش ان احنا هنشوفهم تاني ايه اللي كان في بال حضرتك اول لما شفت اولى جلسات البرلمان امبارح بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الاول بس انا عايز اعلق على كلام اخويا الاستاذ محمد عيد م. بالنسبه لبعض اللي كانوا معارضين اعضاء مجلس الشعب او رافضين وجودهم اعتقد ان الشعب المصري عنده من الوعي الكافي آه. نفهم ان دول جم عن طريق الصندوق فبالتالي ما ينفعش ان يبقى في حد في شعب مصر معارض آه. لكن هي بتبقى اختلاف في وجهات النظر اعتقد ان هم هم مش معارضين هم مترقبين هم, هم منتظرين في... لا 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 هم حاسين ان ممكن يكون في بعض مطالب الثوره مفيش منتظر لم تحقق... يا يمنع لم تحقق على ارض الواقع المنتظر بينتظر لغايه ما يشوف لا احنا ما بنتكلمش عن اللي كانوا عايزين يمنعوا احنا بنتكلم عن الشعب المصري بشكل عام ان الشعب المصري امبارح كان كله متابع الجلسه كل الناس حاسين انه الناس دي عليها مسؤوليه كبيره قوي احنا طالبين منهم كتير قوي المشاكل اللي في المجتمع كتير قوي الناس لازم تشتغل كويس جدا اعتقد ان هم عليهم حمل كبير جدا جدا هو ده كنت على عاتق مجلس آه. الشعب آه. لكن انا بتكلم في نقطه ان مفيش حد هيعترض على وجودهم لكن كان الاعتراض في ان في بعض مطالب الثوره لم تحقق فده كان وجه الاعتراض أيوه. اما بالنسبه لاعضاء مجلس الشعب فزي ما قلت لحضرتك هم على عاتقهم حمل كبير جدا جداً, حقيقي. جدا ومسؤوليه كبيره اعتقد ان في الفتره الجايه لازم يوفوا بالوعود اللي الشعب المصري سلمها لهم خلاص الشعب المصري اداهم في ايديهم زمام الامور وعايزين بقى نوصل لمرحله ان مفيش مفيش هم مفيش احنا آه. احنا كلنا مم. شعب مصر في مركب واحد، مم. كلنا لينا آراء مختلفة لكن في الآخر مفترض إن واحد تصب في مصلحة مصر طبعا كلنا بنحب مصر طبعا. كلنا عايزين مصر أحسن طبعا. أما بالنسبة لجلسة إمبارح فأنا كنت سعيد جدا رغم التحفظات اللي عندي مم. باللي أنا شفته لأن حسيت إن أول مرة في مصر يبقى فيه برلمان بجد من خلال الشعب المصري برلمان حر برلمان حر مم. ما فيش حد بيعلق بي بي عليه يمكن مم. أنت لو تابعتي أحداث وتوليات مجلس الشعب إمبارح كنت هتلاقي في ديفرنت في اختلاف بسيط داخل مجلس الشعب لكنه اختلاف لا يفسد للود قضيه أيوة. في الاخر الكل اجتمع على حاجه اجتمع واحدة. على حاجه واحده وهو ده هدفنا في المرحله الجايه بالنسبه لسؤال حضرتك سالتيه في الاول اللي هو احتفاليه بكرة, بكره ان شاء الله في 25 يناير وانه في ناس كتير متخوفه من الموضوع و... وناس كتير متحمسه جدا وناس شايفه انه لا لازم نتظاهر ولازم نعتصم تاني لانه في مطالب كتير جدا وحقوق للشهداء لحد دلوقتي ما جاتش اعتقد اعتقد إن... ان مش مساله تخوف لكن هي اكتر مساله امل في بكره اه. الناس عندها امل في بكره عايزه تشوف بكره احسن ايوه عايزه تحس ان مصر بجد اتغيرت مصر بقى فيها حاجه جديده مصر من من النهارده م. عندنا برلمان حر عندنا دستور هيتشكل عن طريق البرلمان عندنا رئيس جمهوريه هيبقى منتخب من خلال الشعب طب المرحله اللي جايه ايه؟ م. مطالب الشعب المصري م. هي الحريه والعداله الاجتماعيه والمساواه أيوة. ده هيحصل من خلال من خلال مجلس الشعب المنتخب من خلال الدستور اللي هي اللي هيقام من خلال مجلس الشعب من خلال رئيس جمهوريه هيبقى منتخب من خلال الشعب فقصه تخوف لكن هي اكثر امل في م. بكره في ان احنا نشوف مصر احسن الايام اللي جايه وان شاء الله باذن الله بامر الله اللي, اللي جاي احسن الاحتفاليه اعتقد ان احنا مش هنعمل احتفاليه بشكل كبير شويه لان بكره السنوية بتاعت الشهداء آه. اخواتنا آه. في دم طبعا ف... ف... الذكرى الثانويه لكن هيبقى فيها شكل من انماط اللي على ارض الواقع ما لا يؤخذ كله لا يترك كله واحنا خدنا آه. جزء كبير جدا 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 من مطالب بتاعتنا ابتداء من اسقاط رئيس الجمهوريه <applause> السابق وصولا لبرلمان مجلس الشعب منتخب من خلال الشعب أي. فاحنا في مرحله جيده جدا لكن لسه في كتير م. لسه في كتير هيجي بايه بالعمل هنحتفل الجوهر. ازاي؟ ايه اللي هيحصل؟ هنحتفل إيه؟ هنحتفل هيبقى فيه زي ما قلت لحضرتك هيبقى فيه ستيدج مخصص لاهالي الشهداء والمصابين آه. هيبقوا فيه تيشيرتات موحده موجوده داخل ميدان التحرير، مم. هيبقى فيه نصب تذكاري للشهيد هيتعمل داخل ميدان التحرير، هيبقى فيه شيء من الفرحه بس مش المبالغ فيها مم. زي ما قلت لحضرتك المكتسبات اللي وصلت، ان شاء الله باذن الله مش هيبقى فيه اعتصامات في ميدان التحرير، مم. لكن الجمعه الجايه هيبقى فيه جمعه دعم استقرار مصر مم. ان شاء الله باذن الله وبالمطالبه المطالب انا بطالب المجلس العسكري هو اوفى بجزء من وعده أنه هو برلمان مجلس الشعب تماما زي ما أوه. وعد يمكن اتاخر شويه وده لان انا من وجهه نظري المتواضع عن المجلس العسكري ايديولوجياته العسكريه اكثر شويه من ايديولوجياته السياسيه م. فهو استراتيجيات عسكريه اعلى م. فيمكن سياسيا مش محنك قوي فكانت هي دي السبب في الجات او المده الطويله اللي وصلنا لكن في الاخر وصلنا للهدف م. اتمنى انه نقدر يعني ناكد على 30 6 ناكد على المجلس العسكري يسلم الحكومه الرئيس منتخب 30 6 ان شاء الله باذن الله بامر الله واحنا بنشكره جدا 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 على المجهود اللي عمله خلال الفتره اللي فاتت لان زي ما قلت لك هو كان حمل ثقيل على المجلس العسكري هم مش ساسه هم استراتيجيين عسكريين على اعلى مستوى لكن سياسيا مش على اعلى مستوى يمكن مش محنكين قوي الجانب السياسي. تأمين المنشآت في ميدان التحرير وتأمين المنشآت اللي يعني اللي متعلقه بالمناطق اللي كلنا سمعنا عنها مشاكل في وقت التظاهرات وقت الاعتصامات. هل هتعملوا ده؟ هل انتم شايفين ان ده مهم؟ هل في اي تهديدات بأي تخريب؟ هل في اي معلومات جايه لكم بانه يعني الاحتفاليه احتمال كبير ما تتمش زي ما احنا عايزين لانه زي ما شفنا قبل كده في احداث كتير جدا ممكن يحصل مشاكل اكبر من ان احنا نبقى بنحتفل ف... هقول لحضرتك هو برضه الاستاذ محمد قال لحضرتك في البدايه ان الاحتفاليه مش احتفاليه ابتهاج وفرحه أكيد. ب... بالصوره لكن هي تقدير ل... لجهود شهداء واهليهم والكلام ده كله في منصه قلنا ان هي منصه الشهداء والمصابين اه المنصه بتاعه الشهداء والمصابين هتبقى يعني مختصه بالشهداء والمصابين أوه. تامين الميدان زي ما قلنا هيبقى ل... لاهل الخبره اللي موجودين في الميدان اللي هم مثلا الحريه والعداله اللي هم الجماعة الوطنيه للتغيير آه. اللي هم مجلس امناء الثوره الناس دي زي ما كانت مأمنه الميدان بعد احداث 2 فبراير آه. هم دول برضو اللي هيأمنوا الميادين وهم اللي هيأمنوا العماير او المنشات اللي جنب اللي جنب اللي في حدود التحرير م. بالنسبه ده بالنسبه لموضوع التامين بالنسبه لموضوع الفرحه ليه انا مش شايف ان ما فيش مشكله ان احنا نفرح م. آه، لأن حاجة جت كمان بعد عناء شديد، لازم م. نفرح يا جماعة، يعني م. أنا مش شايف إن إحنا نأديها حزن وبكاء و... وفي شهداء، طب ما لازم يبقى في شهداء في أي حاجة جميلة، م. لازم يبقى في ناس تكون ضحت بحياتها عشان غيرنا غيرها يعيش. م. إنما إن إحنا نقول لأ ونحزن ونلبس تيشيرتات سوداء زي ما في بعض الشباب بيقولوا، يعني أنا في شاب صديق لينا اتصل بينا وعايزين تيشيرتات سوداء، و... طب تيشيرتات سوداء ليه يعني؟ ده إحنا في يوم المفترض إن هو يوم جميل، يوم م. يوم ثورة واليوم ده اسمه عيد ثوره من كل عام يوم 25 يناير في كل عام عيد ثوره مش عيد حزن م. مش عيد شتات سود عيد عيد ثوره ان شاء الله بعد بعد ما يكتمل تكتمل م. كل اهداف الثوره كل اهداف الثوره اللي, هي... اللي هيكملها مين مش انا وحضرتك آه. اللي هيكملها الناس اللي احنا خلاص اخترناهم ثقتنا الناس دي موجوده وشفنا فيهم امبارح بريقه امل يعني انا بقول وكلنا بنقول ان في بعض التجاوزات كانت موجوده امبارح وفي بعض التجاوزات مثلا في الانتخابات لكن الناس دي ان شاء الله م. يعني كل ما ب... كل واحد فيهم بيتكلم بيتكلم عن اهداف الثوره عن الشهداء عن المصابين فندي الناس دي فرصتها ندي الناس دي نخليها تتكلم نخليها تتكلم عننا زي ما احنا اديناهم الثقه فيه استاذ محمد بيقال ان في صفقة حاصلة ما بين التيارات الاسلامية تحديدا التيارات الاسلامية بانه هيتم تأمين الميدان من النهارده بالليل ومنع دخول اي طيارات اخرى للميدان لا اعتقد ان قصه تامين الميدان من خلال التيارات الاسلاميه دي قصه صحيحه لكن منع دخول اي تيارات اخرى فاعتقد ان ده مش صحيح تماما هم يعني احنا كنا عملنا جلسه بيننا وبين بعض اعضاء من الحريه والعداله وبعض اعضاء من حزب النور ومجلس امناء آه. الثوره واتحاد الثوره المصريه وكنا اخترنا رموز من رموز الشباب بمختلف طوائفها لكن هيبقى شباب جميعهم هم اللي هيقفوا على محاور ميدان التحرير على اساس ان يبقى اسلوبهم في التعامل مع اللي داخلين الميدان اسلوب متحضر شويه ده بالنسبه لتامين الميدان اما بالنسبه للتامين اللي حضرتك سألت فيه على منشات على مستوى جمهوريه مصر العربيه فانا دكتور طارق زيدان كان عمل مبادره جميله جدا مع الدكتور عبد القوي خليفه محافظ القاهره أيوة. وهي نظافه القاهره الكبرى بالتوازي مع احتفالات 25 يناير م. ففي 1000 شاب هيبقوا موجودين في 34 حي من القاهره الكبرى 30 شاب في كل حي شباب من الشباب برضو المتعلم المحترم هيبقوا عاملين حمله حمله نظافه للقاهره الكبرى بعد كده في 1000 شاب هيتم تعيينهم داخل محافظه القاهره يعني هيتحطوا بالتعيين وليهم مرتبات وعقود من 2012 قصه كده كان اتفق عليها دكتور طارق زيدان م. لكن اعتقد ان التامين الاهم هو مسؤوليه الشعب المصري م. التامين الاهم هو مسؤوليه الشعب المصري. طبعاً. المصري اتمنى ان الشعب المصري يبقى على قد المسؤوليه بجد م. يقدر يحافظ على المكتسبات اللي احنا وصلنا لها يقدر يامن منشاته الحيويه داخل مصر مش القاهرة بس على مستوى جمهورية مصر العربية بالكامل شعب عنده الوعي الكافي انه يقدر ينزل ويحافظ ويبقى ضد أي توجه للتخريب واعتقد انه مش هيحصل اي مشاكل في 25 يناير دي من وجهه نظري وبيخليكي فاكره الكلام ده على لساني انه هيعدي بخير ان شاء الله باذن الله بامر الله والشعب هيقدر يامن منشاته وهيحافظ على بلده بشكل جيد هيعدي بخير 25 وبعد 25 لانه في بعض الاراء بتقول انه ممكن بكره يعدي بخير ولكن هي لو الفترة اذا اذا الموضوع استمر وامتد الاعتصام والاعتصام استمر فبالتالي ده ممكن يحطنا تاني في في جمعه الغضب وحاجات كتير قوي ما نحبش ان احنا نفتكر ده مش هيحصل هو من 25 يناير الاحتفاليه مرتب ليها <applause> يعني انها تبقى من 25 يناير حتى آه. 11 فبراير اللي هو ميعاد تنحي الرئيس السابق م. اعتقد ان خلال الفتره دي هو اللي ممكن يبقى فيها اعتصامات لكن بعد كده ان شاء الله باذن الله مش هيبقى فيها يعني. اهم المطالب اللي هيتم التاكيد عليها بكره حقوق الشهداء حقوق الشهداء طبعا م. في المحاكمات العادله السريعه ومحاكمه طبعا رموز الفساد م. مش مش حقوق الشهداء في الماديات اه لا حقوق الشهداء ان هم ياخدوا حقهم م. قضائيا الناس اللي قتلوهم اللي تسببوا في قتلهم دي من اهم ال... دي من اهم المحكمات آه من اهمها برضو مش المطالبه بتسليم السلطه لرئيس م... رئيس مدني لا المطالبه ب زي ما قال خالص محمد ايجاز الوعد اه يوم 30 6 نحن نطالب المجلس العسكري ونؤكد عليه ان يوم 30 6 الحد الاقصى اقصى آه حد زي ما هو قال وهم وعدوا بذلك وحد من المجلس العسكري كان عامل اجتماع مع بعض الشباب مم. وكان لي الشرف انا والاستاذ محمد ان احنا نكون موجودين قال فعلا ان شاء الله اخرنا 30 6 اه وانا بقول على لسانه طبعا بس ما ذكرتش اسمه قال حتى لو قعدنا لواحد سبعة انا هستقيل من المجلس العسكري انا زهقت ده حد من المجلس العسكري كان قال لنا الكلام ده قال لنا اخرنا 30 6 فطبعا احنا احنا نثق فيهم جيدا لكن بنقول برضو تاكيدا من مطالب بتاعتنا بكره مم. ان آه نطالب المجلس العسكري ان هو يوفي بوعده في موضوع تسليم السلطه لرئيس مدني مم. منتخب أستاذ منتخب استاذ محمد عند حضرتك اي تعليق تحب تقوله عن الاحتفالات بكره او او الاستعدادات للاحتفال بكره هو بس انا عايز اقول مقوله كانت للامام الشافعي يجب الا ننسى الله فانسانا بل نذكره كثيرا كذكرنا لانفسنا بل اشد ذكرا يجب الا يضيع منا الممكن في طلب المستحيل بل نجعل من المستحيل ممكن حتى نستطيع تحقيقه واعتقد ان احنا المستحيل قدرنا نخليه ممكن لما شلنا الرئيس السابق محمد حسني مبارك مش عايزين بقى نطلب المستحيل مش عايزين نستعجل الامور لكن الحاجه الممكنه هنقدر ننفذها لازم يبقى في خطه طويلة المدى لازم نبقى عارفين كده ان احنا عشان نطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة ده هياخد وقت لكن اعتقد بوجود البرلمان الحالي م. ياخد فرصته ونتمنى ان هو يكون قد المسؤوليه ان شاء الله باذن الله. أه سعيد يا استاذ محمد بتسليم السلطه للبرلمان وكنت تحب انه يحصل تعجيل في الانتخابات الرئاسيه؟ كنت اتمنى ان يبقى ما فيش حاجه اسمها شورى اصلا. اه. ويبقى ميعاد الشورى هو انتخابات مجلس رئيس الجمهوريه، سعيد ان في برلمان مصري منتخب آه. اول مره، وسعيد ان انا اديت صوتي وما تزورش جميل استاذ محمد عيد عوده عضو المكتب التنفيذي لائتلاف مصر الحره بشكر حضرتك علي وجودك معانا النهارده الاستاذ محمد طه عضو مجلس أبناء الثوره بشكر حضرتك علي وجودك معانا النهارده مشاهدي نهارك سعيد عيش حرية عدالة اجتماعية مساواة هي دي طلباتنا كلنا كلنا مصريين أرجو وبنرجو كلنا من كل أعضاء مجلس شعب اللي شفناهم امبارح في أولى جلسات البرلمان 2012 إن هم ما يخزلوش الشعب المصري وإن هم ما ينسوش الشهداء اللي وصلوا واللي كانوا سبب في وصولهم لمقاعدهم ونرجو نرجو منهم ان هم يشتغلوا لان احنا مشاكلنا كتير قوي ومحتاجين ناس تشتغل بحب وبقلب لبلدنا بشكركم ونشوفكم بكره وحلقه جديده وفريق عمل جديد من نهارك سعيد